لا 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 شو 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 جئناكم ندعوكم في جمعة. برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة أجل، عمو يزيد يواصل زيارته لولاية الوطن. يوم الأربعاء 28 ديسمبر على الساعة 2 بعد الزوال سيكون بدار الثقافة بولاية تسمسيل. أما يوم الخميس 29 ديسمبر على الساعة 2 بعد الزوال سيكون بدار الثقافة بولاية المدية. حين أنهض من يومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. ويوم السبت 31 ديسمبر على الساعة 1 بعد الزوال من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، عمو يزيد يحيي حفل بقاعة الأطلس بباب الوالد. ويلتي يا ويلتي الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. أنا شرطي المرور كلي أتجاوز ومرور. أما يوم الجمعة المقبل على الساعة 10 صباحا تابعوا حفل عمو يزيد شو حصريا على قناتكم الشروق تي في. كونوا في الموعد. مرحبا يا أطفال، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.